إنفاق الأسر القوي وعنفو عن الصادرات ثبت الاقتصاد الأمريكي على أرض صلبة في الربع الرابع، ولكن ركود الأجور يمكن أن يقتص من بعض الزخم المسجل في أوائل 2014. وزارة التجارة أفصحت عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 3.2%، فيما يعد تباطؤا مقارنة بالوتيرة الأسرع في الربع الثالث من العام، أي 4.1%. النمو الأمريكي خلال النصف الثاني من 2013 كان بوتيرة 3.7%، بارتفاع ملحوظ من 1.8% في الأشهر الستة الأولى، والتي تعد أكبر زيادة نصف سنوية منذ 2003. المحللون يرون في المعطيات رسالة واضحة مفادها أن الاقتصاد يلج العام الجديد بكثير من الزخم.